بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي، معاكم مستر سيد سلامة. دي الجمل اللي وردت في كتاب الورك بوك بتاع تلت ثانوي. يعني على السريع، مش هنشرح باستفاضة ولا حاجة، على السريع هنبين ليه اتحلت بهذا المنظر. ولكن أحب أوجه الشكر لكل أساتذتنا وإخواتنا زمايلنا مؤلف الكتب الخارجية، ومش هذكر حد بالتحديد، ولكن شكرا على المجهود اللي انتوا عملتوه بصراحة. مش عارف بصراحة، يعني انتوا عملتوا مجهود رائع كلكم بلا استثناء. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة Practice exercises number one. في number one بنقول it was a very cold day in winter so I didn't have a coat. يعني بقول اليوم برد، شوف برد، يبقى I was freezing، كنت بتجمد. I was freezing. طب انت عرفت منين يا باشا؟ من كلمة cold day. I was freezing. هنشوف الـ number two. لو جينا للـ bias، طبعا احنا عارفين عندنا تلات انواع من الـ bias، تمام؟ في منهم نوع اسمه bias by omission اللي هو الانحياز عن طريق الحذف. طب انت عرفت منين من الجملة دي ان هو bias by omission؟ عرفنا من كلمة missed out، يعني شاله خالص، اقتطع. The news story about the match missed out the injured player، شالته خالص من الموضوع، حذفته، فده اسمه انحياز عن طريق الاميشن. يبقى فيها missed out، فعشان كده اخترنا كلمة omission. في number three هو طالب السينونيم اللي هو المرادف بتاع كلمة lecturer، محاضر. محاضر يعني أستاذ، فاخترنا teacher. إذا كلمة lecturer وكلمة teacher دول بنعتبرهم synonyms، مرادفات. نشوف number four. Egypt enters teams into many different international. أنا قلت إيه؟ teams، طالما فرق وكمان international، دولية، يبقى اسمها tournament اللي هي الدوريات، تمام؟ ألعاب أو دوريات، tournaments. في number five. My sister Marwa is never، عايزين نوصف، بنقول she spends a lot of time explaining my homework، بتضيع وقت كتير او بتنفق كثير من وقتها في ان هي تشرح لنا، يبقى هي عمرها في حياتها ما كانت فارغة الصبر. never impatient، لان كلمة patient يعني صبور وعكسها impatient. نشوف الجملة اللي بعدها، حاطين خط تحت كلمة opposite opinion. الكلمة هنا اللي بتبين الـ opposite opinion، اللي بتبين الـ contrasting ideas، يعني في تعارض في الأفكار، كلمة on the other hand. يبقى كلمة opposite opinion يبقى هي on the other hand، وعلى الجانب الآخر أو على النقيض. طبعا لو جينا نتكلم عن أنواع في number 7، عن التابلويد، دي أنواع يعني تابلويد نيوز، وعندنا برود شيت نيوز اللي بنظهر فيها الصورة، نحط فيها صورة، دايما صورة كاملة للأوبجكت بيبقى اسمها تابلويد، لأن في البروتشيت ما بنحط الصور كبيرة، فبنحط هنا at the top of the tabloid اللي هي طبعا دي الصحافة الجماهيرية، تمام؟ الصفحة اللي الصحافة اللي بتهتم بالسكاندلز والفضايح والمصايب والحاجات دي بنسميها تابلويد. فعشان كده اخترنا لك فيها فوتو. نشوف نمبر 8. when writing a formal report، لما نيجي نكتب تقرير رسمي دايما بنحب نستخدم ال passive form، صيغة المبني للمجهول، يعني بستخدم is written، is used، is bought، is taken، is driven كده. دايما بحب استخدم صيغة الباسف
في الفورمال ريبورت. في نمبر 9 جملة هنختار الستركتشر المظبوط يعني من ناحية الجرامر ان هي الصح. طبعا احنا اخترنا letter D تمام. طب ايه الخطأ في letter A؟ by next year هنا انا حددت زمن، قلت by يعني قبل حلول العام الماضي، يبقى لازم اجيب perfect tense فعل مكتمل، فما تنفعش will by عشان by next year. فطالما جبنا by ومعانا زمن مستقبلي يبقى افضل استخدام لنا هو البيرفكت، البيرفكت الفيوتشر بيرفكت المستقبل التام. طب احنا عندنا هنا اتنين مستقبل تام اللي هي letter B وletter D. طب انا اخترت B ليه؟ لان I will have both، انا اللي هكون اشتريت العربية، لان دي جملة active مش passive. تعال نشوف نمبر 10 مع بعض. نمبر 10 مع بعض بنقول هنا mass produced devices، اجهزة بتنتج بكميات ضخمة. طالما اجهزة بتنتج بكميات ضخمة يبقى انا هنا بتكلم عن technology. انا قلت devices اجهزة يبقى technology. technology نشوف الجملة number 11. ده idiom او مصطلح بنبقى عارفينه. I couldn't put my finger on the cause. حتى هو في اللغة العربية ما قدرتش احط ايدي على السبب. كلمة احط ايدي او احط صابعي على السبب يعني معنى ان انا ما عرفتش السبب. يبقى الاكسبريشن I couldn't put my finger on the cause معناها I couldn't know the reason why the car had broken down. يبقى كلمة to put my finger on something معناها understand it. I couldn't put my finger. To put your finger on something معناه to understand it. تفهم. نشوف برضو جينا للبايس تاني. سؤال البايس متكرر نخلي بالنا اللي هو الانحياز او التعصب. In his advertisement he left out. Left out يعني تغافل او ترك او طنش او كبر دماغه. مرداش يذكر الحقيقة اللي بتقول. كلمة left out يبقى هنا تغفلها يعني حذفها، يبقى ده اسمه bias by omission تمام. لكن bias by spin انك تستخدم اسلوب بلاغي بتأثر على الكاتب باستخدام العواطف بقى والمشاعر عشان تخليه يقتنع بوجهة نظرك، ده اسمه spin انك تأثر بالاسلوب اللي هو الايموشنال العاطفي. كلمه البليسمنت بقى ده نوع من انواع البايس. البليسمنت اللي هو انك مثلا لو انا احط المقال بتاعك في الاول لا احط المقال بتاعك في الاخر حسب يعني حبي او كره لهذا الشخص تمام. الترتيب الاولويات يعني حسب الحب والكره. نشوف في الجمله اللي بعدها ما ينفعش اقول لاولاد avoid speaking English، وانا اتكلم يجب ان اتجنب التحدث مع باللغه الانجليزيه. لا، اولا لو جينا من ناحيه الجرامر هنقول practice تنفع و avoid تنفع، لكن decide اقول let's decide to و hope to تمام. يبقى كده لغينا C و D، لغينا decide to و hope to. يبقى قدامي gerund. Practice is followed by a gerund. بنجيب بعدها gerund. وبرضو avoid يتجنب is followed by a gerund. ولكن انا المعنى هيفرض عليا ان انا امارس التحدث باللغة الانجليزية مع native speakers. كل ده to speak fluently. يبقى لازم عشان اتكلم كويس يبقى لازم امارس مش اتجنب. طيب هنشوف number 14. شرحنا قبل كده يا اولاد. شرحنا قبل كده يا شباب. الفرق بين كلمة arise و arouse و raise و rise. Arise I'm all a problem began to arise، المشكلة بدأت تنشأ أو بدأت تظهر يعني. يبقى كلمة arise هنا بمعنى to begin or to start اللي هي arise دي letter A. letter B arouse بمعنى تثير واحد أو تثيره أو يعني إيه تغيظه مثلا arouse تثيره.
لكن انا مشكلتي كلها في ريز اللي هي لتر سي ورايز. ريز ورايز، ريز دي ملهاش معنى ثابت الا بالكلمه اللي بعدها. هي اولا فعل اللي بنسميه transitive verb، يعني محتاج مفعول به to raise something. يعني لما اقول واحد raise your hand، ارفع ايدك، raise your voice، علي صوتك. فraise هنا لازم يجي بعدها object، اما rise مش محتاجه object فمش هنختار. تمام؟ يبقى نقول raise your voice، علي صوتك يعني. نشوف نمبر 15. نمبر 15، you your father yesterday. مبدئيا يا شباب في هنا yesterday قاعدة سجلوها عندكم، اي modal verb فعل ناقص معاه have will past participle يبقى كلامنا كله في الماضي، بنتكلم عن حاجة حصلت في الماضي. طيب يبقى احنا تركزنا على اللي فيها have وتصريف ثالث دي، تمام؟ عشان في هنا yesterday. جماعة اللي بيسجلوا ملاحظات معانا، ان الفعل الناقص اللي هي would و should و could و must و can't والكلام ده كله، لو جه بعدها have past participle يبقى كلامنا كله في الماضي. احنا هنا كلامنا كله في الماضي. ايه الفرق بين should consult و should have consulted؟ should consult دي advice، نصيحة، ونصيحة ما ينفعش تبقى في yesterday. طبعا هنا بنلوم وبنعاتب فنستخدم should have consulted. فبنقول له should have consulted your father yesterday، كان المفروض تستشير والدك امبارح. The problem was too serious for you to solve alone. المشكلة كانت صعبة عليك فعشان كده كنت لازم تستشير والدك. تمام؟ نشوف نمبر 16، you have to your mobile phone before you enter the meeting. قبل ما ادخل الاجتماع لازم اخلي الموبايل ميوت، يعني اخليه صامت، اخليه صامت. نشوف نمبر 17، جماعه اللي بيكتبوا جرامر، اي رابط زمني معاه فيوتشر يبقى الجزء اللي ناقص لازم يبقى بريزنت، سواء بريزنت بيرفكت او بريزنت سيمبل. تاني جماعه اللي هم مسجلوا ملاحظات، اي رابط زمني معاه فيوتشر يبقى اللي ناقص present simple او present perfect. طب لو بصينا لنمبر 17، فين الرابط once؟ once هنا بمعنى عندما. تمام؟ فين الجزء الثاني من الجمله؟ I will give you some to taste. يبقى ده future، يبقى future مع رابط زمني يبقى اللي ناقص present perfect او present simple. طبعا هو جابها هنا have finished. نشوف الجملة اللي بعدها، you can't rely on this information. ما بقولك ما تعتمدش على المعلومات دي لان دي معلومات غير دقيقة بالمرة، نقول عليها inaccurate. ليه؟ لان you cannot rely on this information. نشوف الجملة اللي بعدها اللي هي قاعدة causative. My father always us go to bed early when we have exams. لو جينا نبص على الاربع جمل، مبدئيا my father always lets us go to bed. هنا go المصدر فقط. اولا مش هينفع persuade لان persuade someone to do something، ومش هتنفع allow. مش تنفع allow. ليه؟ لأن allow someone to do something وهو هنا قال ايه؟ go. يبقى أنا عايز مصدر بير infinitive. كده التركيز هيبقى على let وعلى make. ايه الفرق بين let ومake؟ let يعني بيسمح لنا إن احنا ننام، لكن أنا بقول هنا خلانا، أجبرنا على ذلك، مش مجرد إذن ولا حاجة. بنقول to obey his order، يبقى ده امر، تبقى make، خلانا، جعلنا ننام بدري. يبقى احنا الغينا persuade والغينا allow لسببين، محتاجين to، يعني عايز اقول persuade us to go، allowed us to go. مفيش قدامي غير let و make، ينفعوا الاثنين، ولكن بقول to obey his order عشان اطيع امر، يبقى ده اجبار، يبقى اختار فيها make،
اختار فيها مينك. شوف نمبر 20 البنكتويشن. الخطأ في الأولى أنا بقول what amazing news حاطط كوما، ده خطأ ما تنفعش. أقول يا له من خبر سار، فلازم أحط exclamation mark. طب الخطأ في الثانية فين؟ أنا بقول عادل's car المفروض تبقى apostrophe s مش s apostrophe. طب الخطأ في letter c فين؟ خطأ في letter c بعد ال exclamation mark علامة التعجب ببدأ جملة جديدة تبدأ بكابيتال letter، هو هنا مش بادئها بكابيتال letter. في letter d هي اللي صح السبب. What amazing news هنا حط ال exclamation mark وده مظبوط. بدأ الجملة الجديدة ب the capital letter عشان دي بداية جملة جديدة، وعادل's car ده apostrophe s بتاعت اسم مفرد. طيب نخلي بالنا يا شباب من طبعا احنا عارفين انواع المقالات الاساي، يبقى بنتكلم عن انواع الاساي. في عندنا نوع اسمه argumentative جدلي، في narrative ده روائي نحكي قصة، في persuasive اقناعي، في descriptive وصفي. طبعا ده وصفي ليه؟ بنوصف الكوبري بتاع ستانلي وموجود في الحتة الفلانية وربعه متر طوله وعرضه تلتر، يبقى ده ديسكريبتيف على طول. طيب نشوف الـ نمبر 22. نمبر 22 when landing the body of an argument when handling the body انا بتكلم عن ايه؟ the body. the body الموضوع الاساسي بتاع argumentative essay on the disadvantages of homeschooling. We can use نستخدم ايه مستر؟ homeschooling. those who don't support homeschooling believe that their children are deprived of practice. بنتكلم عن عيوب، نتكلم عن عيوب disadvantages. يبقى الناس اللي هم تكلموا عن العيوب بيقولوا ان homeschooling اللي هو التعليم داخل المنزل بيحرم ولادهم ممارسة الألعاب الرياضية والكلام ده. فطبعا ده بنتكلم عن عيوب disadvantages. بعد كده طبعا في سؤال قطعة comprehension، طبعا انتوا قرأوه طبعا لان مش هينفع نقرأ القطعة هنا، القطعة التانية اهي ما شاء الله لازم تتدربوا نفسكم كده على قطعة comprehension قبل ما تدخلوا. يبقى في قطعتين comprehension اهمتي، بعد كده أسئلة الايه الترانسليشن برضو يبقوا شوفوها محلولة معاكم اهيتي. تمام اهي ماشي، اقرأها وشوفوا اتحلت ازاي اهي. خلاص ده كان البراكتس تيست الاولاني. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله ننتظر البراكتس تيست التاني.